لقاءات عدة جمعت القادة على هامش قمة الناتو في بروكسل خطفت الأنظار. من ضمن هذه اللقاءات اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظراً للملفات الخلافية المتراكمة بين البلدين ولبرودة العلاقة بين الرجلين. وتناولت المباحثات قضية المقاتلات F-35 ومنظومة الدفاع الروسية S-400 والأزمتين السورية والليبية. فهل ينجح اللقاء في التقريب بين تركيا والولايات المتحدة؟ قبل ما نغوص مع ضيفنا في تفاصيل هذه اللقاءات من بروكسل، وفدنا أنس الصبار معنا الآن. أنس، أهلا بك في غرفة الأخبار ويعطيك ألف عافية. الأنظار كلها تتجه إلى بروكسل اليوم، لقاءات بين قيادات العالم لربما تبني لنا مستقبل العالم بعد هذه القمة. كيف بدت الأجواء بداية، وماذا عن لقاء بايدن أردوغان وما رشح عنه؟ في البداية شنتال، فيما يتعلق بقمة قادة حلف الناتو، كانت القمة هذه المرة أظهرت لنا حجم التقارب الأوروبي الأمريكي، وهذا كله يعود للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال قبل أن يصل أو أن ينطلق في أول جولة خارجية له إنه سيذهب ليعزز تحالفات الولايات المتحدة. تحدث عن القيم التي تحملها الولايات المتحدة وتتشاطرها مع شركائها وحلفائها في أوروبا وتحديدا في حلف الناتو. هذه التصريحات وجهت بشكل مباشر إلى روسيا والصين، وهذا ما ورد على لسان الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ الذي قال إن اقتصاد الصين يتعاظم وإن الحلف لن يتهاون مع الخطوات التي تتخذها روسيا تجاه دول في الحلف ودول أوروبية. فيما يتعلق باللقاء بين بايدن وأردوغان، هذا اللقاء عقد خلف الأبواب المغلقة، حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وزير الدفاع لويد أوستن، وكذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان. جو بايدن وهو يغادر قال للصحفيين إن هذا اللقاء وهذا الاجتماع سار بشكل جيد. من الجهة الأخرى، الأتراك قالوا عبر حساب الرئاسة التركية على تويتر إن اللقاء كان مشجعا، وقالوا إن الرئيسين تناقشا في ملفات عدة بينهما. لكن حتى قبل أن يعقد هذا اللقاء وأثناءه، سواء في واشنطن أو حتى في بروكسل، الحديث يدور عن العلاقة بين الرجلين، سواء بين بايدن وأردوغان أو حتى بين البلدين، على خلفية كل الملفات التي كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو ملف أغضب تركيا، إضافة إلى ملف شائك ومهم في قلب وصلب حديث الناتو يتعلق بامتلاك أنقرة لمنظومة S-400 الروسية. وهذه الملفات كلها طرحت في هذا الاجتماع، ونحن بانتظار، ربما بعد دقائق قليلة سيكون هناك مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث فيه موسعا عن اجتماعات اليوم وتحديدا عن اجتماعه مع أردوغان، وربما تصله أسئلة تتعلق باجتماعه المرتقب مع بوتين بعد غد. سنكون منتظر هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي. شكرا لمفدينا أنس الصبار من بروكسل على كل التفاصيل التي نقلها. نذهب إلى واشنطن الآن. ضيفنا الدبلوماسي السابق والخبير في الأمن الدولي بول جانيسيغ. أستاذ بول، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. اللقاء الأول اللي كان منتظر بين الرئيسين الأمريكي والتركي قد تم، كيف يمكن توقع نجاحه في ظل كثرة الملفات الخلافية بين الجانبين؟ طبعا من دواعي سروري دائما أن أكون معكم، وخاصة بما أن لدينا أخبارنا الآن تقع، فيظهر بأن الاجتماع قد انتهى، وأعتقد أن الرئيس أردوغان قد أنهى الاجتماع وهو الآن في مؤتمر صحفي، والرئيس بايدن سيبدأ بعد قليل مؤتمره الصحفي. أعتقد أن اللقاء كان لسد الفجوة بين البلدين حتى نضمن بأن العلاقة ستقوى، ويبدو بأن هذا ربما سيتحقق. علينا أن ننتظر ما يقوله الرئيس بايدن، ولكن أعتقد أن الرجلين لديهما علاقة طويلة. هذه العلاقة الطويلة بطبيعة الحال علاقة الصداقة أشار إليها يمكن أردوغان خلال كلامه، ولكن سيد بول الملفات كثيرة، الأزمات كثيرة، يعني حتى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أشار إليها قبل ذهاب الرئيس الأمريكي إلى هذه القمة.
يعني مسألة سوريا، ليبيا، دور تركيا بأفغانستان، انسحاب القوات الأمريكية منها، ملف حقوق الإنسان، وأضيف إلى ذلك أزمة الأس 400 أو الأف 35. من أين يجب البدء سيد بول بتقديرك لإعادة ترتيب هذه العلاقة مع ما تعتبره واشنطن حليفا قديما؟ بكل تأكيد أعتقد بأنه ينبغي ربما الخفض بعض التوتر والخطابات، وهذا اللقاء بداية جيدة لذلك، واختيار أيضا عدم التركيز على القضايا التي تظهر خلافات عميقة بين الولايات المتحدة وتركيا. هناك الكثير من الفرص لإصلاح العلاقة، طبعا بعض المشكلات ربما تبدو غير محلولة، ولكن أعتقد أن الرئيس بايدن سيعطي الحكومة التركية ورئيس إردوغان الفرصة ليرى بأن العلاقة مختلفة بعد الرئيس ترامب، وبما أنهما عضوان في الناتو ومشاركان أيضا في القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، هذا يجعل تركيا حالة خاصة جدا، وأن يتم التعامل معها بحذر. إذا بعد 100 يوم فهذا اللقاء أظن بأنه يبدو جيدا. لفتني في حديثك سيد بول عندما قلت أنه الرئيس بايدن سيعطي فرصة جديدة للرئيس أردوغان لأنقرة، ما الذي ينتظره في هذا الخصوص؟ يعني بعض المتابعين لهذا الملف رأوا أنه لربما بالإمكان إيجاد تقارب في ملفات مثل ملف أفغانستان، لكن ماذا عن نظام الأس 400 الصاروخ الروسي؟ كيف يمكن النظر إلى مخارج لربما يقبل بها الجانب الأمريكي؟ أنت طبعا قد وضعت إصبعك على القضية الرئيسية، فنظام الأس 400 لأنه مرتبط أيضا ببرنامج الأف 35، فهذا البرنامج سيكون الطريقة للناتو في كيفية تشغيله، وإذا خرجت ناتو وهي طبعا حليف وقوة كبيرة في الناتو، هذا يشكل مشكلة كبيرة. والأتراك حينما اشتروا الأس 400 فإنهم طبعا جعلوا الكثير من العلماء هنا في واشنطن غير سعداء. لا أعرف ما إذا كان هناك طريق وسط بين الطرفين، وأظن بأن هذه أكبر قضية تعوق عودة العلاقات الطبيعية. وحتى المشكلة الأخرى مثلا في ليبيا وسوريا أظن بأنه سيتم التطرق إليهما، ولكن ما دام هذا الانفتاح في صناعة القرار، وأنا أتحدث كأمريكي، أعتقد بأن القضية عميقة، لأن الكثير من المشكلات التي كان لدى إردوغان مع الولايات المتحدة أثرت على إدارة بايدن، وأعتقد بأنها معظمها يأتي من الإعلام أيضا. سيد بول، عدم إحداث تقارب بين الرجلين بعد هذه القمة، هل يجعل الجانب الأمريكي لربما يراجع رسميا علاقاته مع أنقرة عسكريا وسياسيا، أم أنه الحاجة لتركيا في المنطقة لمواجهة التهديدات الأمريكية يبقى الأهم بالنسبة لواشنطن ويجعلها تتراجع بعض الشيء؟ هذا أيضا المعضلة التي ذكرتيها، فنعم هم شريك في الناتو، وهم الشريك الذي يتعرض لعقوبات أمريكية. العلاقة العسكرية، وأنا أقول هنا وأجادل أنا بأنه بسبب تعامل الرئيس إردوغان مع الجيش التركي والموظفين في الجيش التركي، بدأ بأنه يقوض هذه العلاقة، وهذا لصالح الحزب الحاكم في تركيا. وهناك الكثير من الذين فقدوا وظائفهم، والعديد من المسؤولين هنا في واشنطن يريدون أن يقيموا علاقات مع نظرائهم، وتلك العلاقات قد انقطعت تقريبا. وكنا نميل دائما لأن تكون العلاقة تمر عبر الجيشين الأمريكي والتركي. أطلنا الحديث لربما عن الرئيسين بايدن وإردوغان، لكن سريعا جدا سيد بول، حجم التقارب الأمريكي الأوروبي هل نراه أكبر في المرحلة المقبلة؟
أعتقد بأننا سنرى علاقة ستظهر بين واشنطن وأوروبا، ستظهر هذه الصداقة القديمة. أتذكر بأنه كان أيضا الكثير من المشكلات أثناء عهد بيل كلينتون، وإذا نظرنا مثلا إلى تاريخ البلقان، ولكن كان دائما هناك مشاركة أكبر من الطرفين فيما يخص إظهار العلاقة أو الصداقة، وأظن بأن بايدن سيكون هنا فعالا. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الأمن الدولي بول جانينكسك على المشاركة معنا الليلة.